العيد. ما هو العيد؟ كان العيد له استعداده المسبقة بكل ما تعني الكلمة، بكل مستلزماته، من ملابس، من حلويات وأشياء وأشياء ولعب أطفال أيضا. أما الآن فلم يعد للعيد أي استعداد، ولا وأصبح العيد كأنه شخص مكروه جاء ليخيف الناس، أصبح شيئا مرعبا. نكذب على أنفسنا أن العيد عيد العافية، إيش من عيد والغلاء في كل مكان، الوضع يزيد عن وضعه كل سنة يأتي والوضع أسوأ من الآخر. ما قدرناش نشبع بطوننا، كيف عاد إحنا بنكسي أولادنا وقوالنا أو نشتري حلويات عيد؟ كله كد في كذب تعز للأسوأ واليمن بشكل عام إلى الهاوية. ما ندري إلى متى سنظل هكذا. أنا معي ثمان بنات والله ما قدرت أكسيهن هون قاحل، والله معي إب ماحي والله ما قدرت أكسيهن ذا قري قري دور حق بسم الله قدرت الحق بسم الله أخوان حاجة الله بيترى ما أعلم ولا حل الله. الراتب ما يكفوش، ولا عندنا ثياب أطفال، ولا عندنا قعالة لأطفالنا ولا شيء. ما أصبح قلة المبيعات تقيس سنويا تدارك كليا لا حداك فيما داك بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب سوء المعيشة، بسبب عدم وجود الأعمال. يعني بشر الله أنا تلاقي غير المحلات كثير عدم وجود زبائن أو عدم وجود الناس المقبلين على الشراء بكثافة. حتى الناس اللي كانوا يذوبوا القرى يتناولوا من المدينة بعض أشياء خاصة هنا في المناطق أسواق الجملة التجارية أصبح الإقبال ضعيف جدا بسبب إيش؟ تدهور المعيشة صراحة. الأسعار ارتفعت 1000%، والراتب ما عاد تكفيش، ما عادش حق كسبر، والأصحاب لو معك ترى عيال وأسرة وهذا على العيد اللي جاء عندي وانا صفر على السمان دفعت ايجار 120,000 ما قدرش اغسل عيال، ولا امتي طوع لي واحد فادالي 2 كروت فقط، انا معي 9.